لي في المربع اللي انا عايز اتكلم معاك فيه. في عندنا مبادئ اللي يقول ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها، زي مثلا ده يمين وده شمال وده فوق وده تحت، دي حاجه اسمها مبادئ العقول او العقل الغريزي. الملحد بيجي يطعن في القضيه دي، احنا بنسال هل الفعل ده متاح انه يتعمل اصلا، يعني جائز انه يتعمل ولا مش جائز، بس مش بنتكلم في ان هو موجود ولا لغليغك ولا غليغي، يعني قضيه اللغليغ دي بره الموضوع. احنا عارفين ان كل واحد حر في لغليغه، احنا عايزين نعرف بقى تصرف الانسان مع لغليغه ده صح ولا غلط، بس ده كل السؤال. عبد الله رشدي والمحليه الجنسيه، الليله 10 مساء بتوقيت القاهره.